احنا عايزين نتكلم دلوقتي انا عن طفولتك. انا عارفة ان انت دايما تتكلم عن والدتك ان هي طبعا سر الصمود والقوة اللي انت وصلت لها، طبعا وان هي تقريبا بمثابة دكتورك النفسي، طبعا وان ليها الفضل ان هي علمتك مهارات كتيرة، وعلمتك ازاي تكتب بايدك الشمال، وعلمتك ازاي تواجه المجتمع وتتعامل حضرتك معاهم جبتي كل تفصيله من التفاصيل وتتعامل معاهم ازاي بطريقة عادية، وتواجه كل اللي شايفينك مختلف عنهم. عايزين نتكلم عن المدرسة والله ومعاملة زمايلك في المدرسة كانت عاملة ازاي؟ يعني أنا ربنا كرمني بأم متفهمة شوية، كانت حتى تملي بتحط في دماغي اللي بيهرب من المشكلة بتفضل تطارده طول عمره، فأنت لازم تواجه المشكلة. هي مش مشكلة، أنت ربنا كرمك بحاجة، فهي تعيش معاها يا هي اللي تعيش معاك. اختار لك حل من الاتنين. يعني لما كبرت شوية ابتدت تكلمني كلام اللي هو لازم تتقبل الموضوع وتعيش بيه وتعيش معاه وتصاحبه، مش هو اللي يصاحبك، لان هو لو صاحبك هياخدك في حتته، لا انت اللي لازم تاخد المشكله دي في حتتك انت، تروده يعني ما صحت. لو هي مشكله بصراحه تروده. تحيه لوالدتك لان هي طلعت لنا نموذج ناجح وبجد حقيقي، يعني مثل اعلى لكل الاجيال اللي جايه. يعني ربنا يكرمك. في المدرسه كنت بقابل مواقف كتير طبعا، يعني زمايلك طبعا، يعني بحكم ان احنا اطفال، فدراعك ده من ايه؟ دراعك ده فين؟ لازم الاسئله الاولانيه دي لازم اللي هو تتسال. الحاجات اللي هي ايه؟ الطبيعيه اللي بتعدي على اي ذهن الاطفال اللي هو عندهم بنقابلها كل يعني مره. عندهم عايزين يعرفوا حب استطلاع اكتر، عايزين يعرفوا. لا انا كنت بقابل مواقف طريفه كتير. طب والمدرسين، مدرسين بالذات التربيه الرياضيه؟ انا زي ما قلت لحضرتك الدنيا ايام زمان بالذات دلوقتي مش كان خالص. النهارده بقى في وعي، بقى في ناس بتشوف عناصر، بقى في ناس بتشوف تجارب ناجحه. الاول ما كانش فيه الكلام ده. طب انت لما كنت بتقابل موقف صعب او مأثر عليك بتروح لوالدتك هي؟ لا بصراحه ما كنتش حابب، لان جربت في مره وانا اتضايقت من رد فعلها، فقررت ان انا ابقى انا المصد الاولاني. انت خلص. فبقيت اعمل حاجه جميله قوي، قرار خدته مع نفسي من وانا سني 8 سنين او 9 سنين كده. قررت ابتسم. قبلتني هبتسم، ما قبلتنيش برضه هبتسم. يعني انا ابتسامتي موجوده. دي معالجتك للمواقف الصعبه؟ بس ما بيني وما بين نفسي كنت بقعد بدرس بقى. يعني انا ربنا من عليا بالحته دي، ان انا كنت متقبل، كنت فاهم، ومعرفش دي جت منين. والله ما اعرف جت منين. هو زي ما قلت لحضرتك ارضى ترضى لك الدنيا. انا كنت راضي، كنت بحمد ربنا، وكنت على طول بفتكر ايه، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. انا ما بقولش ان احنا ملايكه، احنا نغلط، بس لازم نصلح غلط، ولازم يكون لينا سقف في الغلط، ولازم ما تيأس، ولازم تحاول مره، لان المره دي هتجر 1000 مره فشل، بس الألف وواحد هتبقى نجاح. طب احكي لنا بقى قصة صاحبك اللي كان بيعدي عليك كل يوم يربط لك الرباط. ده انت عارفة كل حاجة. ده أنا كنت أيام زمان ما كنتش بعرف أربط الجزمة. فكان بيصعب عليا والدتي بعد ما كنت، طبعا هي كانت مراحل، ما كنتش بعرف ألبس لوحدي القميص. بعد كده بقيت أعرف ألبسه. فكانت الجزمة بالنسبة لي عقبة كبيرة جدا. وأيام زمان كان لينا يونيفورم معين كده، فلازم الشراب أبيض، الشوز لازم يكون أسود متلمع. فكان ليا واحد صاحبي اسمه رامي، اقول له مثلا لو ميعادنا 8 عدي عليا 7:30، ابقى نازل له بالشراب والجزمه في ايدي، اروح لابس الجزمه. كان هو بقى خلاص بقى خد على كده، يعني ايه، يصحى من النوم يربط الجزمه، يصحى يعني من النوم يجي لي، ما بيشيليش شنطه، بيربط لي الجزمه. الجزمه بس هو ده تخصصه يعني. ففي مره من المرات لما عرفت اربط الجزمه نازل له رابط الجزمه، ما صدقش بقى طبعا. قال لي ايه ده؟ قلت له خلاص انا عرفت، وما اعرفش لغايه دلوقتي انا بربط الجزمه ازاي.